السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قناة الزراعة. اليوم معكم أخوكم أحمد العزازي، وطبعا إحنا حاليا في موقع شركة أحمد أبو جبل لتجارة الأعلاف. وطبعا الحاج أحمد أبو جبل من الناس المشهورين على مستوى مصر في تمويل جميع المزارع الحيوانية والمزارع الداجنة. وزي ما حضراتكم شايفين إحنا بنصور دلوقتي من نفس الموقع المخزن بتاع الأعلاف، التبن وقش الرز. وطبعا التبن وقش الرز ده مهم جدا من الحاجات اللي هي بتتربى عليها مزارع الدواجن والمزارع الحيوانية، تربية وتسمين العجول والأبقار. فطبعا إن شاء الله بنكمل مع حضراتكم فيديوهات أخرى من المنطقة بتاعة المخازن والمزارع بتاعت الحاج أحمد أبو جبل. وطبعا إن شاء الله بنكتب لكم برضك التليفون، أي حد عايز يتواصل مع الحاج أحمد أبو جبل إحنا إن شاء الله تحت الخدمة. وتوصيل عنده أسطول تريلات على مستوى الجمهورية، توصيل في أي مكان في مصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم المهندس أحمد العزازي.